سأقرأ حديث القرآن عن ذكر أسماء الله بأنها حسنى، وهذا موضوع عام حسن بالواحد منا أن يتأمله حال دراسته لكتاب الله. حديث القرآن عن أسماء الله، اجعله في ذهنك وأنت تختم القرآن. حديث القرآن عن القرآن، حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القرآن عن الأنبياء والرسل، حديث القرآن عن الكافرين، حديث القرآن عن الجنة، حديث القرآن عن النار، حديث القرآن عن الصلاة. وعلى هذا فقس في سائر الأنواع. إذا استشعرت هذا أمامك كثرت تلاوتك لكتاب الله. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله نقلا عن أحد السلف الصالح أن له ختمة كل شهر وردا، وله ختمة كل سنة في التأمل وفي التدبر، وله ختمة منذ 30 سنة ما فرغ منها. ولذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ومن ابن جرير؟ صاحب جامع البيان في التفسير، قال رحمه الله: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله، أي معانيه، كيف يلتذ بتلاوته. هذه الكلمة أيها الإخوة خرجت من مختص في التفسير أمضى عمره مع كتاب الله الذي وصلنا من تفسيره معتصر المختصر. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله ولا يعلم معانيه كيف يلتذ بتلاوته.